قالوا لما علا من صدري يا صاح تفهم او قال او ماذا قال او اضرب الراس بصواده ولن تكون في ضربتها قوي قال له بسط منه اصبع ففي مقوله ثانيه بقول لك انه قال له قوم هذا قال له قوم لها راس مدببه يبان في اثرها الضوء يعني يطلع الشرع فاكرمه وانبسط فيه الاعرابي ركب على الفرس بيسافر خلاص بيركب فيه اشتغل هذه فضرب الفرس واصبع وقت اللي ضرب الفرس تمشي قال له سر فلا كبت بك الفرس اجى رد عليه مشت الفرس رد عليه فورا قال لي زي مثل يقول الله يسهل طريقك رد عليه بيتك عامر قدام على العيال आपकी फिर स्लो मोशन वाली वीडियो ना है मैं बनाए नहीं Thank you.